في واحدة عنا من الأخوات اللي معي، وأنا حاب هذا الفيديو إن شاء الله يوصلها بإذن الله، إن شاء الله تكون سامعتني. طلق الظلم، سحر تفريق، وصار الطلاق. لكن شوفوا الكرم الإلهي. اللهم إني تجردت من حولي وقوتي ولجأت إلى حولك وقوتك، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي. اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك أواها منيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدادك. حبيباتي طمنوني عنكم، يا ربي دائما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلامة وأمان ورضا ورضوان من الله عز وجل. ويا رب اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويا رب اجعلنا من عبادك الصالحين الذين تتولاهم سبحانك وأنت تتولى الصالحين. ويا رب أعطي كل من طلب مننا الدعاء في هذه القناة وكل من يسمعنا الآن وكل من يؤمن على دعائنا، يا رب أعطيه سؤله وأكثر مما يرجوه منك يا رب العالمين في الدنيا والآخرة، عاجلا غير آجل. واجعل لهم دعوة لا ترد كفلق الصبح يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. هذا الفيديو حبيبتي لك أنت الصابرة المحتسبة أجرك عند الله سبحانه وتعالى. وتيحصل معك المصيبة أو الابتلاء، أول شيء تذكري، هل أصبتي بدينك؟ هل هذا البلاء أصيب فين؟ بالمال؟ بالولد؟ بالزوج؟ بالبيت؟ بالوظيفة؟ كله بالآخر فاني. لكن اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. هذا هي المصيبة، المصيبة أن يكون مصابك وابتلاءك في دينك. في هناك من يبيعون دينهم لعرض من الدنيا. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. بنظرهم إنه عنده كل هذه الأملاك هو ذو حظ عظيم. خسفنا به وبداره الأرض. من غضب الله عليه ربي خسف فيه وبداره الأرض. شو استفاد؟ لا بهذا المال ولا بهذا الدار ولا بهذا الملك كله، ما كان يخاف الله وما كان مؤمن بالله. في المصيبة الحقيقية حبيبتي والابتلاء الحقيقي والعياذ بالله في دينك. فإن كان مصيبتك بغير دينك فهذه ليست مصيبة، هذا ابتلاء. أيوة ابتلاء تؤجري عليه وترفعي درجات به بإذن الله في الجنة، فأنت فائزة. هون أنت فائزة ولست من الخاسرين، أنت من الفائزين. فاحمد الله أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل مصيبتك في دينك، سواء ترك الصلاة، سواء حقوق الوالدين، سواء أكل مال الحرام، سواء والعياذ بالله. يعني بعض الناس مثل ما قلت لكم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا بس لأجل الدنيا تبيع دينها. الأمثلة كثير. ثاني شيء بدي رطب لك قلبك فيه ويثلش قلبك أنت الصابرة، أن الله سبحانه وتعالى يحب الصابرين. تعرفي شو معنى الله يحب الصابرين؟ الله بيحبك. شو شعورك؟ يعني بلحظة قلك أنا مثلا الآن قاعدة هيك وقلك مثلا نزلت عليك بشارة أو وحي من الله أو ملائكة نفرض وقال لك الله بيحبك،
شو شعورك؟ أيوة، الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه. أيوة ابتلاه، معناها الله بيحبني. إذا ابتليت أنا معناها الله بيحبني. محبة الله للمبتلين الصابرين، فإذا أحب عبدا ابتلاه. يعني أكثر الناس محبة رب سبحانه وتعالى بيحبوا مين؟ الأنبياء والرسل، وهم أشد الناس ابتلاء. سيدنا أيوب عليه السلام شو صار يقولوا له قومه؟ هو هذا الله ما بيحبه، شو عامل ذنب؟ هذا الله ما بيحبه، هذا نبي مع ذلك كل هذه البلاءات. لكن هذا الكلام ما كان يزيد إلا إيمان وصبر، كلامهم ما كان يزيد سيدنا أيوب إلا إيمان وصبر على بلاءه. وصل ابتلاء سيدنا أيوب عليه السلام، وصل إلى نبان عظمه من لحمه، وصل إلى هجر الناس إله، ما يتحمل وجوده أبدا. تخيلي كل أنواع الألم، وجع الجسد، وجع القلب، وجع الفقد، كل شيء، لكن ما زادوا إلا إيمان وثبات. ابتلائك هذا زيادة لك بالإيمان بإذن الله، ومحبة لك من الله سبحانه وتعالى. المبتلى، اعرفي أنت مبتلى صابرة، الله راضي عنك بإذن الله. أنك صابرة، الله راضي عنك. لو المصايب ورا بعض ورا بعض، في ناس تقلي المصايب ورا بعض. واحدة كلمتني قالت لي يعني شو بدي أقلك، اطلقت اطلقت، أخذوا لي ولادي أخذوا لي ولادي، أنا بلا وظيفة ولا شغل، أنا بلا وظيفة ولا شغل. شو قلك أكثر من هيك؟ قلت لها شغلة، كيف دينك؟ ساعدك على صلاتك؟ ساعدك على قرآنك؟ كيفك مع الله؟ قالت لها الحمد لله. قلت لها أنت فائزة حبيبتي، أنت فائزة، لست خاسرة، أنت من الفائزين بإذن الله. الفوز الحقيقي هو الفوز برضا الله، الفوز بدينك، أن رب يدخلك الجنة. رضا الله عليك أكثر من نعيم الجنة. أي والله، رب العالمين سبحانه وتعالى عندما يدخل عباده الصالحين إلى الجنة، بمعنى الحديث يقول لهم هل رضيتوا؟ بدكم شيء تاني بعد كل هذا النعيم؟ جنان وفردوس، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كمان في شيء تاني يا رب العالمين؟ في أجمل من هيك؟ أيوة، قال رب العالمين وحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. أخواتي، رضى الله عنك أجمل من نعيم الجنة. أن يرضى الله عنك أجمل من أن تتنعمي في الجنة. فأنت ما دمتي متقي الله عز وجل، على دينك، ثابتي على دينك، أنت برضا من الله، ربي راضي عنك، فأنت في النعيم. أيوة، هذا هو النعيم. واطلبي من الله العافية. أيوة، مو معناها نحن نقول خلص يعني نحن ببلاء ما نسأل الله العافية. لا، أسأل الله العافية. صلى الله عليه وسلم قالنا أسأل الله العافية، اسأل الله العافية في الدين والدنيا كله، في الأهل والمال والولد، اسأل الله العفو والعافية. اللهم أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، في ديني ودنياي وآخرتي ومالي وأهلي وولدي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ادعي الله عز وجل بالعافية، لكن احمد الله أن ليس مصيبتك في دينك. هذا الشيء ارتاحي، وأن الله سبحانه وتعالى بيحبك وراضي عنك لأنك مبتلاة وصابرة. اللي لهلأ ما تزوجت بسبب سحر أو سبب مشاكل بأهلها وهي قاعدة بضيق وصابرة،
مدمتي ثابتة على دينك وحجابك وعفتك وطهارتك وإيمانك وتقواك فأنت فائزة رضية بإذن الله مرضية. في واحدة عنا من الأخوات اللي معي وأنا حاب هذا الفيديو إن شاء الله يوصل بإذن الله، إن شاء الله تكون سامعتني. طلق الظلم، سحر تفريق وصار الطلاق، لكن شوفوا الكرم الإلهي والمحبة من الله سبحانه وتعالى لهذه الأخت. هذه الأخت كانت قبل ما تتطلق كانت ما لها محجبة، بناطيل ولبس وعالي تبرج، شعرها مكشوف وتمشي عادي. بعد ما اتطلقت سبحان الله، طبعا بوقت الطلاق وقت كان الجلسات المحكمة، ربي أكرمها بسورة البقرة، التزامها معنا بسورة البقرة، مداومت على سورة البقرة، غيرت فيها كتير، وصلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أنها تحجبت. ربي رزقها الحجاب، رزقها الستر، رزقها القرب من الله سبحانه، رزقها القرب منه سبحانه وتعالى بعفافها وسترها وتقواها، تحجبت. وشوفوا الكرم الإلهي الأكبر سبحانه وتعالى، أكرمها أكثر وجبرها بعمرة. إجت عمرة واعتمرت وعاهدت نفسها على الحجاب وهي بطلاق ومعها طفل مسؤولية. شوف سبحان الله طلاقها اللي انت نظر إلها طلاق والظلم اللي حصل وزوجها بتحبه وتطلقت منه، فشوفي ربي شو عوضها. هون أخواتي الفوز، أيوة الفوز، ألا يكون المصيبة في الدين. هون نحن بخير، رأس مالك موجود، دين هو رأس مالك، هي السعادة الحقيقية أن نكون قريبين من الله. وقابلتها سبحان الله بالعمرة، كان من أجمل سبحان الله أيام قابلت هذه الأخت الفاضلة اللي ربي أكرمها بالحجاب. والله الخاسرين هم البعيدين عن الله، والله المحرومين من حرموا قراءة القرآن والصلاة، والله مو المحروم، مو المحروم اللي انحرم المال ولا انحرمت الزواج ولا انحرمت الولد ولا انحرمت الحب، لا والله المحروم اللي انحرم الصلاة بين يدي الله، قراءة كلام الله سبحانه وتعالى، الدعاء، من حرم لسانها من ذكر الله، والله هي المحرومة. فأنت اطمني حبيبتي وارتاحي إنه الله سبحانه وتعالى بيحبك بإذن الله، راضي عنك وحيسعدك ويجبرك ويعطيك رفعة ومكانة في الجنة بابتلائك لا يصلها إليه عملك. فوز الحقيقي أن تكوني من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في الآخرة ولا في الدنيا، لا خوف عليهم، ما يخافون، لا يخافون إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يخافون من المستقبل ولا يخافون أي شيء لأنه معهم الله سبحانه وتعالى، ولا هم يحزنون، ما بيحزنوا على شيء مضى، إنه بيعرفوا إنه ربي سبحانه وتعالى ابتلاهم حتى يرفعهم مكانه، وأن الله سبحانه وتعالى وقت ما ابتلاهم فهو بيحبهم، إن الله يحب الصابرين، إن الله لمع الصابرين. ويا رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ودمتم أخواتي في رعاية الله وحفظه. لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع من تحبون، عسى الله أن يجعل لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقكم من حيث لا تحتسبون، ويعطيكم حتى يرضيكم، ويجبركم جبرا تعجب له أهل السماوات والأرض يا رب العالمين. أحبكم في الله أخواتي، وأتمنى لكم الخير دائما، لا تنسوني من دعائكم وأنتم دائما في دعائي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.